فطرته. انا ماليش دعوه بالثقافه، لكن كتير بيتكلموا في الثقافه بلا ثقافه، انما فطرته كانت ثقافه، فطرته كانت كتاب، فطرته كانت راي، فطرته كانت في كل شيء. حتى لما يجي يكتب بعض المفردات ساعات يكتب مفردات الرجل العامي اللي هو نفسه يقول بس خايف، فيروح قايل انه يقابل محمد رشدي، وقابل رشدي وعمل له الاغاني الخالده اللي هي لغايه دلوقتي اغنيه منهم لحن العظيم عبد الحق، واغنيه لحن بليغ حمدي اللي هي عدويه، واستمرت الحاجات وانا اتعاملت معاه في اغاني كتيره جدا الى ان التقى بعبد الحليم. التقاء بعبد الحليم جه ازاي؟ هل هو بحث او سعى؟ اذا كانت اقصى امانيه كان محمد رشدي، سعى اليه عبد الحليم لان وجد ان الابنودي استطاع انه يقول مفردات بدا الناس يغنيها عن طريق سواء محمد رشدي او عن طريق بعض المطربين الشعبيين اللي هم اللي كان اسرته او بيعتقد ان هم دول العالم بتاعه، الى ان اتصل بيه عبد الحليم. انا هتكلم حاجات غريبه جدا، ويمكن انا قلت ده في التلفزيون في البرنامج عندي. لما راح لعبد الحليم كان في الشتاء فلابس قميص وبنطلون، عبد الحليم بص له كده قال له مش بردان يا ابنودي؟ قال له لا انا من الصعيد اصلا. قال له طب ما انت جاي من الصعيد بلد حر وانت دلوقتي في تلج انا وانت لابس كده انا برد. فقام هدا لوفر لبسه الابنودي. انا كنت في بيت الابنودي على نصف الزمالك كده بتاع، وانا يعدي عليا لازم هو ماشي ما يعدي عليا. فالجمال اللي في هذا المخلوق التلقائي العفوي انه رغم ان هو يحمل فطره ثقافه، مش عايز اتكلم برضه تاني وارجع اقول لان في كتير من المثقفين بيدعي ان هو مثقف ويقول لك وانا لما اتخرجت هو طلع ما اتخرجش، وانا لما عملت طلع، ولكن ما يعنيني في الابنودي ان فطرته كانت ثقافه.